معانا تقرير ثورته كاميرا يحكى لنا عن استعدادات إحدى المكتبات المهمة لفصل الصيف، إزاي نقدر نشجع القراء على القراءة في فصل الصيف، الأجازات بتبقى مدتها طويلة جدا، إزاي نقدر كمان نخلي ولادنا يستفيدوا من فترة الأجازة بإن هم كمان يقروا. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. من هدفنا في المكتبة دي إن احنا ننمي فكرة القراءة عند السن الصغير قوي، فده بنحاول نشتغل عليه بكل ده، ومتهيألي الأهالي عدد كبير منهم عندهم وعي النهاردة إن هم يهتموا بالقراءة للطفل من السن الصغير قوي، وإن هم نفسهم يقروا عشان الطفل يطلع بيشوف أهله بيقروا هيبقى هو كمان قارئ. احنا بنهتم قوي بإن الكتاب الغلاف بتاعه يبقى جاذب للطفل، لأن الطفل في السن الصغير بيروح على الأشكال والألوان، فبنهتم بالذات السن الصغير للنوعية دي من الكتب، وفي نفس الوقت حريصين إن الداخل الكتاب ده يبقى حاجة فيها فايدة للأطفال، عشان في الآخر مين اللي هيشتري هو الآباء، فالآباء والأمهات لازم يقتنعوا بالمحتوى، بس في نفس الوقت لازم الكتاب يبقى جاذب للطفل عشان هو كمان يقبل عليه، ما يبقاش زي كأنه مذاكرة، يعني يبقى حاجة هو حابب يعملها. احنا عادة المكتبة دايما بيكون مهتمة قوي بالصيف بالأطفال بالذات، فبنعمل دايما كل آخر كل شهر في آخر جمعة من كل شهر بيتعمل زي ستوري تيلينج، بيتعمل للأطفال بيتحكي لهم حكاية، والأطفال بتحضر دايما كل يوم جمعة الصبح هنا في المكتبة. كتب الأطفال دايما كمان بتزيد أكتر عندنا في فترة الصيف، وده بيبان أكتر في الفترة دي، وأحيانا كمان عشان كده احنا كمان بنفتح فرعين مخصوص في الساحل في نفس الفترة بالذات. دايما كل الناس بتقرأ روايات، وكل الناس بتهتم جدا بالروايات تقراها خصوصا فترة الصيف، لأن أغلب في ناس كتيرة بتحب تطلع البحر وبتقعد تقرأ روايات، خصوصا الحاجات اللي بيبقى فيها جزء شوية رومانسي، وفي بعض الناس بتهتم جدا بالكتب اللي ليها دعوة بالتنمية الذاتية أو السيلف، ودي لها قراء كتير قوي الفتره الاخيره بالذات. الاطفال دايما كلهم في كل الاوقات ليهم طلبات، بس الاطفال بيهتموا اكتر بالحاجات اللي فيها انشطه اكتر، بيهتموا بالحاجات اللي فيها تلوين، بيهتموا بالحاجات اللي فيها صور، دايما الاطفال ليهم حاجات كتير، وفي بعضهم كمان بيبقى ليهم دايما سمر، بيبقوا ليهم قصص معينه بيقراها في الصيف، وبتطلب احيانا في مدارس كمان بتطلب ده كمان. السوشيال ميديا احنا عاملين صفحه مخصوص بنعمل فيه للكبار عندنا، وفي صفحه للصغار للاطفال على الانستغرام، وفي طبعا على الفيسبوك موجود عندنا. الشباب دايما بيتاثروا جدا بالحاجات اللي بتبقى موجوده على الميديا، خصوصا التيك توك. اما بيتعمل فيديو صغير على التيك توك بيتكلم عن كتاب معين، هتلاقي دايما الشباب كتير بيجي يسالوا على الكتاب ده. ففتره الصيف هي فتره بتبقى الاطفال والشباب بيسالوا عن حاجات بتكون ظهرت اكتر على السوشيال ميديا. الأطفال عامة أحيانا بيعملوا بيعملوا بحث كده عن الكتب اللي هم عاوزينها، وده بيختلف من فئة العمرية، يعني لما يكون الأطفال العمر الصغير دول بيجوا المكتبة والحاجة اللي بيشوفوها بتعجبهم بياخدوها، لكن لو أنت اتكلمت على الأطفال اللي بيعدي فوق السبع سنين مثلا هتلاقيهم هم بيبقوا جايين بيدوروا على نوعية كتب معينة، وإحنا بنوفر دايما النوعية دي، لأن هم بيدوروا على عناوين هم بيكونوا قروا عنها على النت أو شافوا عليها فيديو وبتيجوا يدوروا عليها، عشان دي بتبقى بالنسبة لهم أفضل كتب بيقروها فترة الصيف.